Buongiorno, oggi vi farò vedere come fare tre modi per cucinare le zucchine. Salam alaikum. Aggiacomo già o tani già bli come wasfa jdida. Gallikom, شوفوا واش لابس غير خلعكم ها. قال لكم جاب لكم واحد ثلاثة الطرق باش غيطيب لكم القرعة كيف ما شفتوا معاه من بعد ما قطع شي وحدينات ماشي كلهم من البالكون. وهنايا المكونات ديالو غادي يقولها لكم هو. الورا بوي نيسياري كولا بريما، Incominciamo con la prima, غيبدا بأول con وحدة quella grande. ديك الكبيرة، غيبدا بها هي الأولى، غيبدا بالوصفة الأولى. Allora, per iniziare togliamo la parte di fuori. قال لكم غنحيدوا هذاك الجهه الاخرانيه هي الاولى. ها هو تيقطع كيف ما كتشوفوا تقريبا واحد سنتيم، يستمر هكا حتى تيقطعها كلها وغيتلاقى معكم تشوفوا شنو غيدير. Ok, questo abbiamo finito, adesso la dobbiamo svuotare. Adoperiamo una stellina. Ok. شفتوها غيستعمل هكا و تيوضع هنا هذاك اللي قطع. اوكي غيستعمل هكا حتى تيكملهم كاملين بهذا الشكل هذا. ما هو ثقيل يضيع لكم الوقت، خليه تيكملوا نتلاقاو. المهم راه الطريقه سهله. Allora adesso tagliamo le altre. ها هو قطع هادو كيف ما شفتوهم بنجيمات، النص ديالهم خلاهم هكاك عامرين. غادي يقطع دابا هادشي الاخر، هاد الجهه الاخرى حتى هي تويام التورسو، تيقطع عليها في هذاك القنت ديالها. اتايامو لا بريما بارتي، وغادي يقطعها من الجنب ديالها كيف ما غتشوفوا معاه هكا. Forse meglio tagliare un altro pezzetto. غيزيدها واحد شويه، الا كانت القرعه عندكم كبيره قسموها من النص تكون احسن. إلا كانت كبيرة، إلا كانت بحال هذه ديروا لها نفس الطريقة. Allora incominciamo a togliere la parte interna. دابا غادي يبدا يخويها من الداخل ديالها، غيحيد لها كاع هذاك الدخلاني ديالها بهذه الطريقة هذه كيف ما كتشوفوا معاه. E questo è il primo fatto, ok? L'ula è ammara qua, qua è qua, l'ula è qua, come ti vedi? Ora voglio dire la seconda, con la stessa operazione. Questa la mettiamo all'interno. Allora la parte interna delle zucchine è questa qui e la andiamo a mettere a tritare. Poi la metteremo in padella. داكشي اللي حيد من القرعات من اللي خواهم ها هو دابا غادي يطحنوه هنا بهاد اللعيبه في اليد. ميكينه صغيره ممكن تقطعوه نتوما غير بالموس، ديروه شرائح صغيورين كيف ما بغيتو نتوما. هو غير باش يسهل عليه الخدمه حنا كنتعاونوا معاه هادي صافي. وكي يطحنهم هنايا هانتوما تيديروهم رقاق شويه، وغادي يوضع في هذيك المقيله ديالو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غيستعمر هكا حتى تيكمل. صافي دابا هو سالا. Ed ecco pronto. Allora abbiamo finito di tritare.
mettiamo un po' di olio col peperoncino. Dabba sala, dar wahed shouya dial zit dial lhar. Andiamo a metterlo sul fuoco. Wa sha'al 'aliha lnar. 4-5 minuti. 4 ولا 5 ديال الدقائق. Naturalmente a fuoco alto. قال لكم العافية تكون مجهدة. لحقاش القرعة كترخي الماء. Intanto si prepara le zucchine, vi dico il ripieno. قال لكم على بال ما توجد هذيك القرعة طيب غيقول لكم المكونات. Scamorza affumicata. واحد الفروماج مدخن. Fiori di zucca a scelta perché io ce le ho. هادو رايدات ديال القرعة اختياريين لحقاش حنا عندهم. Parmigiano reggiano. Parmesan محكوك. Ricotta di pecora. وهذا ديال الماعز واحد سميتو شويه ديال الجبن. Peperoncino. الحار. Aglio. فص ديال الثوم. Sale. مليحه. Due uova. جوج بيضات. Prezzemolo. المعدنوس. E il pane che devo grattugiare. والخبز اللي غادي يطحنو. والزيت. L'olio. Ecco. Ok. ها هو غادي تيحرك دابا في هذيك المقلة باش يشحر هذا القرعة. نعطيش جايب واحد الميكة فهمتو معاك. جايب الأوريغانو ديرو فيها الزعتر ولا الزعيفرة اللي بغيتو نتوما. مكتيامو الأوريغانو تينسل تيجي زوين فيها. جيامو حرك. اوكي spegniamo il fuoco. صافي دابا طفى النار. ما طيباش مزيان ولكن شويه شحاره وصافي ذوبه. سو passiamo a grattugiare il pane. دابا قال لكم غادي يطحن هذا الخبز هذا. Allora prendo metà di questa pagnotta. هز النص ديال هذه الخبيزه هذه هكا. Se avete della mollica lo fate lo stesso. Ok. قال لك عندكم سميتو داك البابه ديال الخبز ديروها. ومكتيامو البيمبي غايديرها في داك فاشامو بريما تيرموميكس وغادي يطحنها. اوكي faccio vedere come è stato tritato bene. ها هو طحن هذا الخبز ها هو كيف ما كتشوفوا. اوكي allora mettiamo l'uovo. Fai dire واحد البيضة في واحد السوبيرة. Allora tritiamo l'aglio. Fai طحن هذا الثوم هذا. اوكي صافي هو طحن هذا الثوم مشتو تدقدق مزيان. mettiamo sale. Fai دير مليحة ماشي هذيك ما فيها والو هذيك فيها الثوم. ايكو peperoncino. وغادي ندير الحار. mettiamo un po' di parmigiano. غادي ندير واحد شويه ديال الفروماج البارميزون. giriamo per adesso. Poi حرك هذا الشيء. andiamo a mettere un po' di pane grattugiato. غادي ندير هذا الخبز اللي طحن. giriamo. mettiamo un po' di olio col peperoncino. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت اللي مرقدو في الحار. انا مديره معكم هذا الزيت اللي مرقداه في الحار في التحضيرات ديالي ديال رمضان. دخلوا كتبوا تحضيرات رمضان بالعربيه وكتبوا حداها كوتشينا مينا الإيطالية كما مكتوبة اسم القناة ديالي وغيخرج لكم هذا الزيت هذا. كيحرك مزيان هنايا. allora andiamo a tritare. هادو اختياريين. i fiori di zucca. هادو رايدات ديال القرعة اللي بغات دير سميتو. السبانخ ديرهم إلا عندها السبانخ بغات ديرهم ديرهم. حنايا تيكونوا عندنا ما تنبغيوش نضيعوهم تنديروهم في أي وصفة عندنا تنضيفوهم. طيب حالهم دابا. صافي هو رقدكم عليكم هنايا. mettiamo un pochino di
prezzemolo, ديال المعدنوس. Vediamo. نحرك دابا كلشي. انتم تشوفوا هذا الحشو واش زوين. E aggiungiamo dentro delle zucchine. صافي وغيضيف دابا هاد القرعه اللي شحر هنايا تا هي. ها هو خلط هاد الحشو ها هو هكا يصبح. دابا غيبدا يعمر هادو. Andiamo a riempire le zucchine. Poi ammala le goreate per scegliere da chi fa la ciofo. Che ammala che dire che duc fai al set. Andiamo a mettere un po' di. بغي يدير هاد الجبن ديال سكامورتسا هاد الفروماج المدخن اون بو دي بارميجانو ريجانا يدير واحد شويه ديال هذاك بارميزون اي ميتيان انكور اون بو دي بغي يزيد عاوتاني من هذاك الحشو باش يعمرها مزيان Ok, e lo rifiniamo con un pochino di parmigiano reggiano. Vuoi dirgli il parmigiano a ottenere il fuoco? Ok. Ok, fatta in aia. Nel slime lì, vuoi dirgli l'altra? E ne andiamo a mettere all'interno della ciotolina. Derham deve fare il mul, hecca, dehnu zit mil taht. Ok. Primo metodo è questo. Galicom tarika l'ula, heia. Derha. Allora andiamo a mettere per 30 minuti a 200 gradi. Dentro il forno. Galicom andira a frran, wahed nus sa'a, 250 darajat al-harara. Ado. Ok. Allora, questo è il secondo metodo. Tarika tenia. Di fare le zucchine. شو يدير لكم القرعة؟ نقوم نجمع مثل نيلا فارينا. هيدوزهم هنايا في الطحين. هكا كاملين كاع دوك اللي عنده غيدوزهم في الطحين. Allora abbiamo appunto infarinato le zucchine. Ho sbattuto il secondo uovo. دار البيضة الثانية وطربها هنايا. Andiamo adesso alla padella. دابا غادي نجي للمقلة. Mettiamo un po' di olio nella padella. Stendiamo con il pennello. Ok. E andiamo a metterlo nell'uovo. Ok. تي يوضع في المقلة تي يديرهم هنايا في البيض وتي يوضع في المقلة غيستعمر حتى يعمرها li lascio 2-3 minuti e poi li giriamo خليهم قالك واحد جوج دقائق ولا ثلاثة وغيقلبهم allora incominciamo a girare غيبدا يقلبهم Allora ungiamo con l'olio un'altra teglia. Fai tenere un altro mol altro. Shai dakhalo mla bel farra. Ok. E adesso le andiamo a prendere. Hanto qui hid men hadik lata w kayhatom hnaya kayqalbhom. Behad shkel hada kif ma katchoufo. Adesso andiamo a mettere il ripieno sopra e la scamorza. Dobbiamo esigere lì, amo che le comate il hashu heda. Vai dai poli home Allora.
يعمرهم بهذا الشكل هذا. Ok, il ripieno l'abbiamo messo. Adesso andiamo a mettere un pochino di scamorzo. Dovrei dire che il giovane me lo fuoco hacca, come te sciufo. Cerchiamo di non farlo uscire, sennò si brucia. Come tiro, se mi tagli uscire, tai, ma se mi tarcci lì con il mulo. Ok. E adesso lo andiamo a infornare vicino all'altra. La bagai dirà sul forrante è yahda l'altra. Ok. Adesso passiamo alle altre. La bagai dus la hadd nou' l'akhar ta'wa. Allora, ripartiamo a cuocere il primo step. Poi io taglio lì come deve andare a fare l'ula. Mettiamo un po' di olio. Darò un po' di zit sul maqla. Ok. E andiamo a mettere su. وغاي وضع فيه دابا هاد القريعات. وضعهم كاملين هنايا a fuoco lento per circa 5 minuti. قالكم على نار مهيله تقريبا شي 10 ديال الدقائق شي 5 ديال الدقائق عفوا. Allora adesso prepariamo il ripieno per le nostre stelline. Aggiungiamo all'impasto un po' di scamorza. Ti وجد دابا في الحشو قال لك ديال هذوك النجيمات دار هذا البارميجانو ريجانو دار هذا الجبن المدخن وتيدير في البارميزو جيامو ويحرك كل شيء هذا الشيء مزيان اجا زوين دقت هذا الخليط على مزويناتو بنين بزاف دابا لا زاد لي هذا الجبن غيبنان اكثر poi adesso faccio delle palline دابا قال لكم غندير كويرات ما كيدير بهذا الشكل هذا passiamo nell'uovo هاي دوزها في البيض e poi di nuovo nel pan grattato وغيعاود يديرها في عاود ثاني في الخبز شابلو اوكي وغيستمر هكا حتى تيكمل كل شيء هذا الحشو اللي عنده كويرات Allora abbiamo finito di fare le palline e andiamo a metterle dentro alle stelline. Adesso li giriamo. Dobbiamo يقلبهم. باش يطيبوا حتى من الجهه الاخرى. Allora li vogliamo. Dobbiamo دابا غادي يبدا يحيد فيهم هادو طابو هما وجدوا. Allora anche questo al forno li abbiamo finiti. هادو تا هما اللي كانوا في الفران تا هما طابو. غيوضعهم تا هما في الطبق الاخر. Adesso andiamo a prendere le altre. Hai sbattuto l'altra o matavo? Eccole qua. I miei piatti sono pronti. La tua cadia o lo mojodin? Ho fatto harco in sabato. Hai sbattuto un po' di maionese fatta in casa. Hai detto che il maionese mi saiba fattar. Hai انتم شوفوا الاطباق كيف جات buonissima veramente mai mangiata una maionese così
مايونيز جات زوينه بزاف دابا نشاركها معكم ان شاء الله بالثيرموميكس بالحق ها تجي زوينه بزاف وتتبقى مده ديال عدا شي 10 ايام ولا اكثر كون البيمبي بيني فاتا ولا ميرافيا هانتوما شوفوا الاطباق كيفاش جاو كيتكالوا مع المايونيز كيجيو زوينين اوكي Questi sono i miei tre bei piattini di zucchine fatti in tre modi diversi. Spero che vi siano piaciuti. Ok? Al prossimo video vi lascio appunto la visione del video. Ciao, grazie. Galle come ti menne con il ejab di alcun bel video. Ci riesco a fare net. Muoio fatto rocletta di olgar che giura e in zuini. Saifi. Ma assalamu alaikum. Il video qadim inshallah. Mi tsuggerirà il video.